السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام. نحييكم مشاهدينا ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار التاسعة. البداية مشاهدينا في هذه النشرة نبدأها من معركة تعز، حيث وصل المئات من أفراد المقاومة الشعبية بعدن إلى تعز، وذلك للمشاركة في عملية تحرير المدينة من يد الإنقلابيين. كما نفذت المقاومة هجمات نوعية ضد ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح في المدينة. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا جمال حيدر. وسط أنباء عن وصول 500 شخص من أفراد المقاومة الشعبية بعدن إلى محافظة تعز للمشاركة في عملية تحرير المدينة، نفذت المقاومة الشعبية هناك عمليات نوعية في حي المرور، استخدمت ولأول مرة صواريخ تاو غرب مدينة تعز، واندلعت معارك عنيفة بالقرب من معسكر القوات الخاصة بين مقاتلي المقاومة والميليشيات الانقلابية، كما صدت المقاومة هجوما لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على حي الفتح غرب معسكر الأمن المركزي وأجبروهم على الانسحاب والتقهقر. وتدفع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزاتها جنوبا وتحاول التسلل إلى محافظة الضالع عن طريق محافظة إب وتحديدا من اللواء 155 حرس جمهوري في محاولة للعودة إلى معسكر صدرين في موريس، وهو المعسكر الذي استخدمته في وقت سابق لقصف مدينة الضالع. وقد تصدت المقاومة الشعبية للميليشيات وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مديرية المضاربة بلاحق تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قصف المناطق السكنية بعد أن تلقت ضربات موجعة على أيدي المقاومة وقبائل الصبيحة. كل المؤشرات تقول أن معركة تحرير تعز قد بدأت، هناك استعداد كبير سواء من المقاومة داخل تعز أو حتى من المقاومة الجنوبية، تم إرسال عدد من مقاتلي المقاومة الجنوبية إلى تعز خلال الأيام الماضية. هناك غرفة عمليات مشتركة تم بين المقاومة الجنوبية والتحالف والمقاومة في تعز. وفي محافظة عمران تدفع الميليشيات بتعزيزاتها إلى محافظة مأرب وبيحان، يأتي ذلك بعد أيام من تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات التحالف من تطهير معظم مناطق محافظة مأرب من الميليشيات المتمردة. وفي البيضاء دمرت مقاتلات التحالف العربي آليات وأسلحة تابعة للميليشيات في منطقة الزاهر، كما قصفت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة مواقع الميليشيات الانقلابية في بلدة مكيراس، وتدور اشتباكات في مديرية ذي ناعم ومنطقة المناسح في كيفة برداع. بعد يومين من إنزال الأسلحة المتوسطة والثقيلة بمحافظة تعز، تحقق المقاومة الشعبية والجيش الوطني وقوات التحالف العربي مزيدا من التقدم وعلى أكثر من جبهة. جمال حيدر، لقناة الشارقة، عدن. في الأثناء قال الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية البحرينية اليوم إن الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة، مثله مثل تنظيم داعش. وجاءت تصريحات الوزير البحريني خلال مؤتمر الأمن المنعقد في المنامة، الذي أضاف أن الحوثيين في اليمن يمكن أن يكون لهم مستقبل في البلاد إذا ما ألقوا السلاح وشاركوا في حل سياسي. ومن جهته قال أنتوني بلينكين نائب وزير الخارجية الأمريكي إن اليمنيين في احتياج كبير ولا يمكنهم الانتظار طويلا لإحلال السلام. وللوقوف أكثر على المشهد اليمني معنا من عدن الدكتور محمد المارم مدير مكتب الرئاسة اليمنية. دكتور محمد مرحبا بك معنا، واسمح لي أن أبدأ معك مباشرة في ظل التصريحات المتوالية حول كما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن قرب انتهاء العمليات العسكرية، كذلك الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية البحريني يقول اليوم أن بوادر الحل السياسي وأن ربما يكون للحوثيين مكان في الحل إذا ما ألقوا الأسلحة. هذه التصريحات تنبئ عن قرب انتهاء الحرب، هل يمكن تأكيد ذلك؟ نعم، شكرا لكم للتواصل. طبعا الحل السياسي هو بالتأكيد سوف يكون الحل الأوحى الأسلم والأوحد والأسرع في كيفية استقرار البلاد. وفخامة رئيس الجمهورية هو رجل سلام، وأيضا من الفترة السابقة عندما طلب أن يكون حوار وطني هو يقود عملية السلام، واليوم هكذا الأمر فقط يرتبط بكيفية انصياع الحركة الحوثية وكذلك صالح ومجموعته إلى كيفية البدء بتطبيق القرار 2016، والذي أساسا أكد السيد بان كي مون أنه فعلا استلم منهم وافق على ذلك، ولكن الحكومة اليمنية هي تنتظر فعلا مع آخر لقاء تم
ما بينها وبالذات المجموعة السياسية والمستشارين مع فخامة الرئيس، أن هذا الملف يسير بكيفية تشكيل اللجنة الفنية أشبه باللجنة التي تقوم فيها الحكومة اليمنية بتشكيلها في كيفية تحديد المسار السياسي وما هي النقاط التي يفترض الاتفاق عليها مبدئيا في بدء المسار السياسي، وهي جوانب فنية تؤدي إلى فعلا وضع النوايا الحقيقية الصادقة أنهم فعلا جادين في البدء في وضع عمل سياسي. نعم دكتور، أريد أن أنتقل إلى الشق الميداني وتحديدا تقارير تشير إلى سيطرة ميدانية للقوات اليمنية وقوات التحالف ودحر انقلابيين في العديد من المناطق. كيف لنا أن نقرأ اليوم المشهد الميداني الحالي في ظل ما بدأ يتداول حول بدء عملية سياسية؟ الحقيقة الجانب الميداني هو في عملية مستمرة من عملية التقدم بالتعاون ودور الذي يكون فيه التحالف جميعا، وما يجرى في داخل الجانب الغربي باتجاه تعز او في الجانب الشرقي باتجاه ترى وباتجاه مأرب ايضا هو في عمليه تقدم مستمره وستكون ايضا يوم غدا مستمره. نعم. لكن في اخر المطاف كل يوم وكل دقيقه. نعم الدكتور محمد المارم مدير مكتب الرئاسه اليمنيه من عدن، شكرا جزيلا لك على محاولة التواصل معنا وعلى كل هذه المعلومات، ولكن أعتذر منك وأعتذر من السادة المشاهدين نظرا لرداءة الصوت من المصدر. في الجانب الإنساني والخدمي، أعاد الهلال الأحمر الإماراتي فتح ثانوية باكثير النموذجية للبنات، وذلك عقب تأهيلها بشكل كامل بعد أن حولتها ميليشيات الحوثي إلى مقر لعملياتهم ضد أبناء عدن. مراسلنا في عدن زكريا السعدي والتفاصيل. الهلال الأحمر الإماراتي وفي إطار دعمه وتأهيله للبنى التحتية بشكل عام والاهتمام بقطاع التعليم بشكل خاص في عدن، قام بافتتاح ثانوية باكثير النموذجية للبنات التي تهتم بتخريج دفعة من الطالبات المتفوقات، كما وزع حقائب مدرسية للطالبات وزود الثانوية بكمبيوترات ومواد تقنية. محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد الذي حضر الافتتاح شكر دولة الإمارات العربية والهلال الأحمر الإماراتي على دعمه للجانب التعليمي وكافة الجوانب التي عانت جراء الحرب في مدينة عدن. إن الحقيبة المدرسية وما تم إنجازه من ترميم وإصلاح لثانوية باكثير ما هو إلا نموذج من عطاءات كثيرة وكبيرة تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شتى الجوانب، ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي الذي يرافقنا الصباح والليل طوال فترة تواجدهم. واحتفاء بهذا الدعم أقامت الطالبات احتفالا ضم فقرات غنائية وأناشيد عبرن فيها عن شكرهن وامتنانهن لدولة الإمارات. احنا عاجزين عن الشكر لجمعية الهلال الأحمر الإماراتيين، وبالفعل اسم على مسمى إمارات الخير، رجعت البسمة لكل طالبة، رجعت الفرحة لكل طالبة، رجعت الابتسامة برضه والنشاط لكل معلم. يذكر هنا أن الهلال الأحمر الإماراتي كان قد قام بتأهيل كامل للمدارس ورياض الأطفال بعدن بعد أن تضررت أو تحول بعضها إلى أماكن نزوح للفارين من ويلات الحرب، وكانت الثانوية باكثير أحد المواقع الهامة التي جعلها الحوثيون وقوات المخلوع صالح منطلقا لعملياتهم الإرهابية ضد محافظة عدن ومعتقلا لأبنائها. الاهتمام بالتعليم ومن قبله التربية من الأهمية بمكان، ذلك أنه لا يمكن للتنمية أن تستمر إلا بالتعليم. زكريا السعدي، القناة الشارقة، عدن.